بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند. بالتاكيد خلاص العد التنازلي للمباراه الكبيره، المباراه المرتقبه يوم السبت القادم في اياب دور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا بين سان داونز والاهلي. المباراه اللي تقرر اقامتها الساعه 3 العصر على ملعب لوكاس موريبي. هذا الملعب بالتاكيد من ضمن الملاعب المحددة لاستضافة تصفيات إفريقيا لكأس العالم، ملعب معتمد من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي. نتمنى بإذن الله إن شاء الله تكون مباراة كبيرة لفريق النادي الأهلي ويحقق الهدف ويتأهل من خلالها إلى مرحلة الدور نصف النهائي. النهاردة حلقة فيها تفاصيل وكواليس وأخبار ومعلومات جديدة ومهمة بالنسبة لمشوار الأهلي في البطولة الإفريقية ومباراة سان داونز. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، في رأيكم أفضل تشكيل ممكن يلعب بيه الأهلي النهاردة أو يلعب بيه إن شاء الله يوم السبت مباراة الإياب أمام سان داونز؟ من وجهة نظركم إيه أفضل تشكيل ممكن الأهلي يلعب بيه هذه المباراة يوم السبت القادم؟ تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات. لكن خلينا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته استعدادا لسان داونز. كمان في ترند الأهلي، مسحة طبية لبعثة الأهلي غدا. وأخيرا مؤتمر صحفي لموسيماني الجمعة للحديث عن المباراة. أكيد خلاص 72 ساعة على انطلاق المباراة، في استعدادات ومؤتمر صحفي يوم الجمعة تكون فيه التصريحات الرسمية قبل هذه المباراة المرتقبة. لكن نروح لجدول مباريات اليوم والنهاردة، في مجموعة من المباريات المهمة سواء محليا أو حتى إفريقيا وأوروبيا. الدوري المصري النهاردة في الجولة 23، النهاردة في مباراتين، المباراة الساعة 7 المقاولين العرب بيستضيف الإسماعيلي، وفي الساعة 9 مساء على ملعب نادي أسوان، أسوان بيستضيف مصر المقصة. دي الجولة 23 من عمر مباريات الدوري العام. الدوري الإنجليزي والجولة قبل الأخيرة، النهاردة الجولة 37 في 6 مباريات، الساعة 7 في 3 مباريات في توقيت واحد، إيفرتون هيستضيف ولفرهامبتون، نيوكاسل يونايتد هيستضيف جيفيلد يونايتد، توتنهام هيستضيف أستون فيلا، الساعة 8 كريستال بالاس هيستضيف أرسنال، والساعة 9 وربع مباراتين في توقيت واحد، بيرلي هيستضيف ليفربول، ومباراة مهمة جدا لليفربول بالتأكيد بيسعى للتواجد ضمن الأربعة الكبار عشان المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وفي الختام ويست بروميتش هيستضيف ويست هام يونايتد. نهائي كأس إيطاليا النهاردة الساعة 9 النهائي البطل، من سيكون؟ أتلانتا أم يوفنتوس؟ يوفنتوس في محاولة لتدارك آخر مباراة في المشوار هذا العام وبطولة بعد خسارة الدوري والخروج من دوري أبطال أوروبا. نهائي كأس فرنسا أيضا الساعة 9 وربع، موناكو مع باريس سان جيرمان، نفس الظروف اللي يواجهها يوفنتوس أكيد النهاردة بالنسبة لنفس الأمر مع باريس سان جيرمان، منافسة في الدوري الفرنسي صعبة جدا وخرج من دوري أبطال أوروبا فبيسعى للخروج بلقب على أقل تقدير. آخر حاجة معايا النهاردة الدوري التونسي، النهاردة الجولة الختامية للدوري التونسي، أول الدوريات العربية اللي هتنتهي من مبارياتها الرسمية. طبعا عدد الفرق اللي في الدوري التونسي 14 فريق، لكن كان في التزام في المواعيد، كان في ترتيب ماشي بشكل كويس، والنهاردة الجولة الختامية. اللافت للنظر بالنسبة لي مش في الجولة الختامية والنهاردة الاتحاد التونسي هينتهي من آخر مباريات في الدوري التونسي، لا، النهاردة جولة الحسم في العديد من المباريات. رغم أن الترجي حسم الصدارة منذ أكثر من حوالي 3-4 أسابيع وبطل الدوري التونسي، لكن لو نبص على جدول الدوري التونسي هنلاقي النهاردة من المركز السابع للمركز الـ13 بنتكلم في 7 فرق بتتنافس عشان نادي واحد يهبط للدرجة الثانية، بتتكلموا في 7 أندية بتنافس على الهبوط النهاردة، وبين كل فريق والآخر نقطة أو نقطتين، اللي هيكسب النهاردة هيضمن البقاء، اللي هيخسر بنسبة كبيرة جدا هيهبط للدرجة الثانية. واللي لفت للنظر بالنسبة لي أيضا كمان وجود الأفريقي التونسي والبنزردي في ضمن الأندية اللي بتنافس على البقاء في الدوري التونسي، وأندية لها باع طويل وشاركوا قبل كده في مباريات إفريقية. أيضا كمان المركز الثالث، الفريق اللي هيلعب في دوري أو كأس الكونفدرالية العام القادم، 3 فرق النهارده بينافسوا على المركز الثالث عشان يضمنوا المنافسه او التواجد في كاس الكونفدراليه، ابرزهم طبعا نادي الصفاقسي اللي بيلعب حاليا في دور الثمانيه لكاس الكونفدراليه، ممكن السنه الجايه ما يكونش موجود في كاس الكونفدراليه نتيجه ممكن يكون ترتيبه الرابع او الخامس زي ما احنا شايفين على جدول الدوري التونسي. طبعا النجم الساحلي والترجي التونسي ضمنوا التواجد في دوري ابطال افريقيا، وخلاص الترجي هو بطل الدوري التونسي، لكن بجد بشيد بالاتحاد التونسي وبإدارة الاتحاد التونسي على تنسيق المباريات بهذا الشكل والمنافسة الموجودة حتى الجولة الأخيرة، لدرجة إن عشان هذه المباريات حاسمة وفاصلة امبارح كان في معسكر لكل الحكام اللي هيديروا هذه المباريات
دخلوا معسكر مغلق عشان يكونوا بنفس الاجواء اللي هتشارك بيها الانديه ويكون نفس استعداد للحكام اللي هيكونوا بيديروا هذه المباريات، لانها مباراه حاسمه وفاصله في الدوري التونسي. نتمنى يا رب باذن الله قريبا ايضا كمان يكون الدوري المصري على مراحل ختاميه ويكون في منافسه سواء في البطل والاهلي ان شاء الله يكون متوج بهذه البطوله، او حتى منافسه قويه جدا في الفرق اللي بتصارع للبقاء في الدوري العام. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع حضراتكم وفقره ترند الترند، وعندنا معلومات وتفاصيل مهمه جدا عن مباراه يوم السبت القادم. تعالى 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 نكسب افريقيا ان شاء الله باذن الله تكون مباراه موفقه، وجماهير النادي الاهلي تكون مبسوطه باذن الله يوم السبت بتاهل الاهلي باذن الله ان شاء الله الى مرحله الدور نصف النهائي. مباراه صعبه على فكره وعنق زجاجه بالنسبه لفريق النادي الاهلي في المشوار الافريقي، لكن ترند الترند النهارده هيلقي الضوء على نقطه مهمه جدا، ويمكن متابعين السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا وتحديدا منذ لقاء الذهاب اللي كان بيديره الحكم السنغالي ماجد نيداي، والنادي الاهلي بالتاكيد كان ارسل احتجاج على اداره ماجد نيداي والاخطاء التحكيميه الفادحه اللي كانت موجوده في لقاء الذهاب. انا مش هتكلم على تفاصيل متعلقه بالاخطاء التحكيميه اللي بتحصل من الحكام في المباريات الافريقيه، لان انا دايما عندي قناعه ان الاخطاء التحكيميه دي اكيد ليها اسباب. أنا دايماً بحب أروح للأسباب، أعرف المشكلة جاية منين، المشكلة من سببها. الكرة ممكن ركلة جزاء، ممكن كرة هدف يتحسب تسلل، دي كلها معايير. البعض يقول لك إيه أخطاء تحكيمية واردة، وأخطاء تحكيمية خطأ تحكيمي بشري، طالما كمان تقنية الفار مش موجودة في هذا الدور، واللي للأسف كان المكتب التنفيذي للكاف والمسؤولين في الكاف كانوا بيحاولوا يكون في تقنية فار، تقنية الفيديو في مرحلة الدور ربع النهائي، لكن مجلس خبراء التحكيم ومن خلال مدير اللجنة إيدي مايي كان ليه وجهة نظر تانية، شايف أن قيود السفر، عدد الحكام اللي ممكن يتوفروا في الفترة اللي جاية هيكون صعب بسبب قيود السفر والمباريات دوري أبطال والكونفدرالية، فكان شايف أن ده ممكن هيكون فيه استحالة في هذا الدور، وما فيش حكام كافيين أكفاء أو زي ما بيقولوا يعني مش متاحين لهذا الدور. لكن الجزء اللي عايز اتكلم عليه بقى جاني سيكازوي الحكم الزامبي اللي هيدير مباراه الصن داونز والاهلي يوم السبت القادم. جاني سيكازوي برضو الناس بتتكلم على ذكريات سيئه كانت موجوده مع المنتخب الوطني حتى في 2017 مباراه مصر ونيجيريا لما كان محمد صلاح منفرد بالمرمى في الدقيقه 93 وراح فجاه راح صفر عشان المباراه ما يكونش فيه هدف والمنتخب يفوز على نيجيريا. برضو مش عايز اتكلم على فكره مباراه بريميردو اوغستو مع الترجي التونسي عام 2018 وهدف تسبب في خروج بريميردو اوغستو والترجي التونسي وصل للنهائي وفاز بالبطوله، وكانت خطا تحكيمي فادح من جاني سيكازوي وبسببها تحول لجنه انضباط وتوقف حوالي 5 شهور. ولا كمان هتكلم على 2019 الفاينل دوري ابطال الترجي والوداد وكما اطلق عليها يعني بفضيحه رادس عام 2019 في الاعلام، واتقال وقتها ان كان في تقنيه فيديو، لا ما فيش تقنيه فيديو، وكان جاني سيكازوي هو الموجود في تقنيه الفيديو وفي لقطات وفيديوهات وكانه شغال في تقنيه الفيديو رغم ان اصلا تقنيه الفيديو ما وصلتش الملعب رادس. انا مش عايز اتكلم على كل التفاصيل دي، انا عايز اتكلم على فكره السيره الذاتيه لجاني سيكازوي مع النادي الاهلي اخر 5 شهور. دايما اي مجلس تحكيم او اي اداره تحكيميه بتعين حكام بتختار الحكم بناء على كذا معيار، من اهم المعايير ان الحكم ما يتكررش لنفس الفرقه في فتره قريبه او فتره قصيره كذا مره. يعني جاني سيكازوي تواجد في نوفمبر 2020 حكم مباراه الوداد والاهلي في كازابلانكا، وكلنا فاكرين ضربه الجزاء اللي الفار راجعوا فيها وقالوا لا ممكن ما تتحسبش وهو اصر على احتسابها. كان في ركله جزاء للاهلي ايضا كمان، يعني كان في مشاكل في هذه المباراه. تواجد في تقنيه الفيديو في فاينل دوري الابطال بين الاهلي والزمالك، ففي اقل من شهر كان موجود في تقنيه الفيديو. بعدها بشهرين ثلاثه في مباراه المريخ السوداني كان حكم مباراه الاهلي والمريخ في دوري ابطال افريقيا، ورغم ان الاهلي فايز ب3 اهداف مقابل لا شيء، لكن تعمد ان ما يحسبش ركله جزاء لصالح النادي الاهلي او ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي رغم انها واضحه وضوح الشمس في عرقله وضربه قويه جدا لمروان محسن داخل منطقه الجزاء. فبالتالي ادار او تواجد في مباريات الاهلي الاخيره 3 مرات في ظرف 4 شهور. هتبقى المباراه الرابعه في الفترة من نوفمبر لمايو هي مباراة صن داونز والاهلي، وده شيء مش طبيعي. عايز اقول لكم كمان لو رجعتوا التاريخ شوية ورجعتوا لورا هتلاقي صادق السلمي التونسي قعدنا فترة كان صادق السلمي موجود بشكل كبير في مباراة الاندية المصرية ومباريات النادي الاهلي. هل ده ممكن يكون معيار ايدي مايي وهو بيعاني الحكام؟ لا اعتقد، لان انا لما سالته وشفت السيرة الذاتية وطريقة او استراتيجية ايدي مايي لما بيجي يعين الراجل عنده مشكلة ما بيفتحش الهيستور ما بيشوفش التاريخ هو ادى مين قبل كده ماتشات قد ايه. وكذا مره كان في مسؤولين في الاتحاد الافريقي سواء الله يرحمه عمرو فهمي او كذا امين عام حتى ايام معاذ حجي كانوا دايما بيراجعوا ايدي مايي في التعيينات ويقولوا انت ازاي عينت الحكم ده
ده لسه كان بيدير المباراه قبل الماضيه لنفس الفريق، غير الحكم، ما ينفعش الحكم يتكرر لنفس الفريق كذا مره. فجانيسي كازويلي المره الرابعه او الخامسه بيتكرر للنادي الاهلي. الغريب بقى كمان مباراه كبيره زي دي الف ب وانت بتعين لازم تروح لاطقم تحكيميه على الاقل تكون مرشحه لكاس العالم. يعني انا على المستوى الشخصي ما اعترضتش على فكره تعيين ماجد نضاي لمباراه الذهاب رغم ان في اخطاء تحكيميه حصلت والنادي الاهلي احتاج والكل اتكلم على هذه المباراه، لكن مبدئيا لو سالته هيقول لك ماجد نضاي حكم مرشح لكاس العالم 2022 من ضمن الست حكام المرشحين في كاس العالم. طب مين الست حكام؟ مصطفى غربال الجزائري ممكن تستبعده، الاهلي هيواجه فريق يا اما الترجي يا اما شباب بلوزداد. رضوان جيد من المغرب كان ممكن يدير هذه المباراه لان الوداد مش في طريق الاهلي. ماجد نضاي السنغالي هو ادار مباراه الذهاب. امين عمر من مصر مش هينفع لان الاهلي طرف في هذه المباراه. جان جاك نادالا من الكونغو الديمقراطيه كان ممكن يدير هذه المباراه. بملكه سيما الاثيوبي كان ممكن يدير هذه المباراه. الناس تقول لي ما هو كان بيدير مباراه الوداد والمولوديه وفي هدف للوداد تم الغاءه، هي كانت مشكله المساعد مش مشكله الحكم الاثيوبي. فبالتالي انت المفروض لما بتجيب حكم لهذه المباراه تجيب حكم مرشح لكاس العالم عشان لما تيجي الناس حتى تراجعك في الاختيار يبقى عندك معايير الناس ما تقدرش تقول لك عليها غلط. لكن اختيار جانيسي كازوي بعد الاخطاء التحكيميه اللي كانت موجوده الفترات السابقه ومعيار اختياره وتكراره كذا مره لمباريات الاهلي ووجوده في هذه المرحله ده بيثير الشكوك ومخلي الناس قلقانه من فكره اختيار جانيسي كازوي تحديدا لمباراه الاهلي بكاري جسامه هيدير مباراه الترجي مع الترجي التونسي هيلعب مباراه الاياب مع شباب بلوزداد يوم السبت القادم. بكاري جسامه ولا يدير جوشوا بوندو البتسواني صاحب الاخطاء التحكيميه الكبيره جدا هو اللي هيكون موجود في مرحله الاياب ما بين الوداد مع فريق المولوديه. ففي اطقم تحكيميه الواحد يعني بيسال على اي اساس بيتم اختيارها لهذه المباراه في ظل ان في حكام ممتازين ومرشحين كاس عالم وكبار موجودين في مباراه الكونفدراليه اللي هي المستوى المفروض المستوى الفني اقل من دور الابطال. دي الشكوك اللي انا بتكلم عليها واتمنى ان يكون في رقابه من الاتحاد الافريقي واعلم تمام العلم ان المسؤولين عن الاتحاد الافريقي حتى هذه اللحظه لسه ما درسوش ملف التحكيم ولسه ما خدوش اجراءات في ملف التحكيم وانا مش هقدر اتكلم على الاداره الجديده لان ما لهاش علاقه خالص بكل اللي بيحصل. كل اللي بيحصل ده نتاج الاخطاء السابقه اللي كانت موجوده في اداره عهد احمد الفتره السابقه. انا عايز اقول لكم بكل امانه ده اللي بيحصل حاليا. اعتقد بعد هذا الدور هيكون في تغيرات كبيره هتحصل في هذا الملف واتمنى الفتره الجايه زي ما بيتم اعاده الهيكله الماليه واعاده شكل اللجان في الاتحاد الافريقي ان شاء الله باذن الله اثق تمام الثقه في اداره موتسيبي للكاف الفتره الجايه ويكون في اداره تقدر تحط ناس مسؤوله في لجنه التحكيم تحط حكام بمعايير ناجحه ونتمنى مباراه السبت ما تشوفش اخطاء تحكيميه واحنا مش عايزين الا العداله حقنا وبس وربنا يوفق الفريق ان شاء الله ويتأهل بإذن الله لمرحلة الدور نصف النهائي. طيب في بريتوريا في تفاصيل كتيرة وفي آخر الترتيبات لمباراة السبت القادم. زميلنا كريم أحمد طبعا موفد قناة النادي الأهلي وموجود مع البعثة من أول اللحظات هنا من مطار القاهرة حتى إلى وصل إلى جنوب إفريقيا. النهاردة أجرى لقاء مهم جدا مع معالي السفير أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا بيتكلم عن آخر الترتيبات وآخر الأمور اللوجستية والتنسيقية قبل مباراة السبت القادم. نخرج نتابع في هذا التقرير تصريحات معالي السفير ثم فاصل وبعد الفاصل نعود إليكم واستكمال باقي فقرات برنامج الترند. بجد التحية طبعا لكل مشاهدينا وكل متابعي قناة الأهلي في كل مكان. الحقيقة طبعا يعني العمل هنا على قدم وساق والحقيقة حابين نشكر في البداية طبعا معالي السفير أحمد الفضلي طبعا سفير مصر هنا في جنوب أفريقيا على توفير كل سبل الراحة وتواجده على طول المستمر معانا هنا في التدريب فندق الإقامة تواجده مع كابتن محمود الخطيب. أحمد بيه طبعا أنا برحب بمعاليك في البداية ومجهود كبير كالعادة طبعا من معاليك ومن السفارة بشكل عام وبتأزرونا في كل لحظة بشكل عام. حطينا في الأجواء الترتيبات كانت عاملة إزاي حتى وصلنا لهذه اللحظة أحمد بيه. اولا تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين ولكل جماهير ومشجعي النادي الاهلي والكره المصريه. احنا بدانا الترتيبات الحقيقه من اول لما القرعه يعني بانت النتيجه انه هيبقى الاهلي بيلعب سان داونز في دور الثمانيه بادرنا على طول كسفاره بالتواصل مع الجهاز الفني للنادي الاهلي علشان نشوف الترتيبات ايه. يعني كنا سباقين بده ما انتظرناش تواصلهم هم لانه طبعا الترتيبات دي بتحتاج اعداد وكده سواء من حيث الطيران من حيث الاقامه التنقلات الملاعب كل الاجراءات اللي من النوع ده دي بدات الحقيقه من ايه من بدري من ساعتها وبالتالي هي عشان كده يعني فيها سلاسه كبيره حاليا ما فيش فيها اي مشكلات الحمد لله حتى الان.
علينا ان احنا نبقى عارفين برضو انه المباراه دي مباراه هامه جدا، لانه الناديين قيمه كبيره، ناديين كبار مش صغيرين، لعبوا يمكن حوالي 9 ماتشات مع بعض في المرحله اللي فاتت، بعضها الاهلي كسبها، البعض الاخر حصل من سان داونز كسب وهكذا، وبالتالي دي كانها مباراه نهائيه، يعني نهائي مبكر كانه فاينل يعني موجود، حتى وان كان ما كانش ايه، حتى وان كان لسه في دور الثمانيه. من ناحية تانية برضو في النادي الأهلي هو النادي المصري الوحيد اللي بيمثل مصر في هذه البطولة، وبالتالي عليه مسؤولية كبيرة جدا في إسعاد جماهير الكرة المصرية، ويعني بنأمل أنه يوم 22 طبعا يعني يهز شباك سان داونز، وزي ما حافظ على شباكه نظيفة في يوم 15، زي ما حضرتك شايف يعني احنا في الملعب حاليا في التدريبات، والنادي يعني واخذ اللعيبه يعني واخدين الموضوع بكل جديه، وشايف انه معنوياتهم مرتفعه جدا، وده يعني شيء طيب ومش غريب على الفريق النادي الاهلي. يعني ايضا الاعلام حتى بالنسبه لنادي سان داونز يعني بيركز على انه الفتره اللي فاتت دهيت كان عندهم خيبة أمل من نتيجة الماتش طبعا بتاع يوم 15، وبيأملوا ان هم يعوضوا النتيجة ديت في يوم 22 بالنسبة لهم، فعشان كده الماتش يعني واخد هذا الزخم كله. وطبعا عشان كده برضو ايضا يمكن الجماهير النادي الأهلي واخرين لاحظوا انه كابتن محمود الخطيب على رأس بعثة النادي الأهلي في المرحلة ديت، وأعتقد أنه ده مؤشر على أهمية هذه المباراة بالنسبة لمشوار النادي الأهلي في هذه البطولة. نقطة مهمة جدا أحمد بيه طبعا عايز أتكلم مع حضرتك فيها، وهي يوم المباراة تحديدا. أنا عارف أن التنسيق الأمني على أعلى مستوى من حضرتك طبعا ومسؤولين الأمن هنا في جنوب أفريقيا، لأن التنقلات ممكن، هل نشوف جماهير؟ أنا عارفين طبعا مفيش جماهير في المدرجات، بس هل ممكن نشوف ازدحامات في الشارع، الجمهور صن داونز يكون متواجد؟ النقطة دي مهمة جدا حابين نتكلم عليها، آخر مستجدات إيه بالنسبة للتقسيم التنسيق الأمني يوم المباراة أحمد؟ والله هو المفروض يبقى فيه لسه اجتماع تنسيقي ما بين الفريقين، ده بتربطه قواعد وضوابط معينة فنية، فالاجتماع التنسيقي ده أمر بين الناديين مباشرة، حتى الآن اللي أنا فاهمه أنه لسه لم ينعقد، أعتقد أنه في انتظار استيفاء معايير معينة فنية مش لا تخص النادي الأهلي، لكن الماتش أظن فيه حكام لازم أن هم يصلوا آخرين، دي مسائل إحنا لا نتدخل فيها يعني. لكن فيما يتعلق بالجوانب الأمنية إحنا حريصين، والتأمين حريصين أنه ما يبقاش فيه أي يعني إيه مشكلات حتى الآن، ولا توجد مؤشرات في المرحلة الحالية على أنه في أي مشكلات ممكن تعوق مسيرة الأهلي أو يعني تعكر من صف الإعداد والترتيبات الجارية. أحمد بيه لو باخد منك رسالة بقى لكل لاعبتنا ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق باذن الله في المباراه دي، لكن معالي السفير احمد الفضلي يقول لكل لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه جدا. اللعيبه طبعا ان هم عليهم مسؤوليه كبيره زي ما قلنا، في ان هم يبذلوا كل الجهد عشان يؤدوا نتيجه طيبه. احنا عارفين طبعا يعني كتير من المراقبين اوضحوا انه ملاحظين انه في قدر من الاجهاد نتيجه ضغط المباريات وكده، لكن ما على الانسان الا انه يؤدي كل اللي عليه، وان شاء الله الباقي على ربنا موفقين فيه. الجزء الاخر انه بصرف النظر عن نتيجه المباراه لازم يبقى محطوط في الذهن انه في قيمه عاليه جدا احنا بنقدرها ونكنها للرياضيين وللرياضة بصفة عامة لدورها في التقريب ما بين الشعوب، وهذه المباراة هي أحد الأدوات اللي بنقرب فيها ما بين الشعبين المصري والجنوب أفريقي، زي ما ذهاب بيتسو موسيماني لتدريب النادي الأهلي كأول مدير فني أفريقي ويدرب النادي الأهلي ومن جنوب أفريقيا في الدوري أصلا كله المصري، فده في حد ذاته كانت خطوة للتقريب ما بين الشعبين، وأيضا مثل هذه المباريات خطوة إضافية في التقريب ما بين الشعبين بصرف النظر عن النتيجة. والمسؤولية هنا تقع في هذه المباراة على الناديين
يعني سان داونز والنادي الاهلي في ان هم يقربوا ما بين الشعبين من خلال مثل هذه المباريات. شكرا جدا احمد بيه موفق دايما. عفوا متشكر قوي متشكر. كل الشكر والتقدير طبعا لمعالي السفير احمد الفضلي طبعا سفير مصر هنا في جنوب افريقيا على هذه التصريحات، ويا رب ان شاء الله يوفق النادي الاهلي في هذه المباراه ويكون على قدر المسؤوليه. تركيز كبير في التدريبات، شايفين حماس كبير جدا، نقدر نقول النهارده هو التدريب الاول لفريق النادي الاهلي الرسمي. ان شاء الله باذن الله يستمر الجهد الكبير والحماس الكبير اللي شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي حتى يوم المباراه، وان شاء الله التوفيق لو معانا نقدر نحقق هذه المباراه. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين محتاجين نقرب اكتر من تفاصيل المباراه والاجواء في بريتوريا في جنوب افريقيا لكي نتعرف على كيف يستعد سان داونز للقاء العوده في ظل نتيجه لقاء الذهاب فوز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، ووسائل الاعلام مهتمه بايه قبل هذه المباراه واخر الترتيبات واخر الاهتمام او اهتمام الصحف بهذه المباراه. لذلك في هذه اللحظات عبر تقنيه زوم بالتاكيد برحب بالاعلامي في جنوب افريقيا في تلفزيون جنوب افريقيا كاتيليجو موديبا الاعلامي في تلفزيون الدوله في جنوب افريقيا. اولا برحب بك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه عايز اعرف منك كيف سيتعامل الجهاز الفني لنادي سان داونز مع الاهلي في لقاء الاياب، خاصه ان لقاء الذهاب انتهى بفوز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، والاعلام بيتابع هذه الاستعدادات ازاي في جنوب افريقيا؟ الاستعدادات جارية على قدم وساق، وأعتقد أن الأهلي سيحاولون أن يدافعون عن النتيجة التي أحرزوها حتى الآن خاصة بعد فوزهم 2-0، ولكن ربما المدرب سان داونز قال أنه ربما يحوز على نسبة 65% من الفوز، لديه فرصة كبيرة ويعلمون كيف يمكن أن يلعبون مع الأهلي، فأعتقد أنها ستكون مباراة صعبة جدا بالنسبة لسان داونز خاصة لأن الأهلي لديه الصدارة وتقدم بالفعل بعد فوزهم في المباراة الأولى، ولكن لديهم سيحاولون السيطرة على اللاعبين في النادي الأهلي خاصة طاهر محمد ومحمد شريف، وسيكون الأمر صعب للغاية، سيحاولون السيطرة على هؤلاء اللاعبين، ولديهم أيضا الكثير من الترتيبات، لكن هناك أيضا أخبار سارة بالنسبة لسان داونز، فعودة زواني تيمبي إلى صفوف الفريق فريق سان داونز من جديد ربما سيلعب في المباراة القادمة، وسيكون أيضا ضمن صفوف سان داونز ربما في المباراة القادمة. الأهلي أتوقع أن أيضا يحاولون الحفاظ على النتيجة التي أحرزوها حتى الآن. طيب موديبا، هل تتوقع أن ممكن كوتشي منجوبا أو رولاني ممكن يبدأ بتيمبا زواني، ممكن يبدأ بإراسموس في من بداية المباراة؟ أعتقد تيمبا زواني لأنه لم يكن في المباراتين السابقتين، ولكنهم فازوا قبل اللعب مع الأهلي، ولكن كانت هناك دائما شيء ناقص ربما في المباراة، وعودة زواني تيمبا ربما تكون نقطة هامة جدا لصالح سان داونز، برغم أن لديهم لاعبين آخرين، لديهم أولينجا، لديهم موراني، لديهم سيرينيو، ولكن أيضا زواني تيمبا نقطة هامة جدا لصالح سان داونز، برغم أن باقي اللعيبة يعرفون لاعب الأهلي ويعرفون طريقة الأهلي، ولكن تيمبا زواني لاعب كبير ويلعب أيضا مع المنتخب منتخب جنوب أفريقيا، ولعب مع مصر في بطولات سابقة، لهذا أعتقد أن المباراة ستكون هامة جدا، وهناك أيضا لاعبين أيضا آخرين ربما في سان داونز لعبوا أيضا مع مصر ومع النادي الأهلي، فلدينا حافز كبير ضمن صفوف سان داونز، ولهذا هم مستعدون ويستعدون للعب مع الأهلي، لأن المباراة ستكون هامة جدا وربما صعبة، ستكون شيقة ولكن ستكون هامة جدا بالنسبة لسان داونز، يحاولون تفتيت ربما دفاعات الأهلي، والمدرب مدرب هو مدرب جيد جدا، مدرب سان داونز يعرف كيف يستغل اللعيبة لديه. طيب موديبا برضو عايز أعرف منك الإعلام والصحف، هل نبرة الحديث عن المباراة فيها تفاؤل، فيها حذر،
فيها إحباط بعد نتيجة لقاء الذهاب؟ يعني الأجواء بالنسبة لاهتمام الصحافة بالمباراة وتيرة الحديث عن المباراة إيه؟ الإعلام يعرف أن هذه مباراة هامة جدا، وهناك منافسة شديدة جدا على مدار السنوات الماضية، خاصة وأن موسيماني كان يدرب سان داونز لفترات طويلة جدا، ولهذا ستكون مباراة هامة جدا ليروا كيف سيتعامل موسيماني أو كيف يتعامل موسيماني مع النادي الأهلي بعد أن كان يدرب سان داونز. ولكني رأيت اليوم تابعت كيف موسيماني قابل بعض المشجعين الذين كانوا يشجعونه حينما كان يدرب سان داونز. ولكن ربما النقطة الهامة كما ذكرت من قبل هي تفتيت دفاع الأهلي في هذه المباراة، والمهم في هذه النقطة وهذه المباراة هي المنافسة الشديدة، خاصة وأننا نلعب هنا في جنوب أفريقيا. ولكن المشكلة هنا مع الترتيبات ربما، وأيضا القيود على الإعلام في تغطية أو ذهاب للمباراة وتغطية الأحداث المتعلقة بالمباراة بشكل عام. ولكن الكل منتظر أن يرى موسيماني مرة أخرى في جنوب أفريقيا بإذن الله. كاتيليجو مديبة الإعلامي والصحفي في تلفزيون الدولة في جنوب إفريقيا، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات والحديث عن اهتمام الإعلام في جنوب إفريقيا بمباراة العودة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد ومتابعة لباقي فقرات برنامج الترند. طبعا في هذه اللحظات مهم جدا نتعرف على آخر الإجراءات وآخر الترتيبات وآخر أخبار الفريق من بريتوريا من خلال زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي الموجود مع الفريق في فندق الإقامة ومصاحب للبعثة خلال هذه الرحلة. مساء الخير يا كريم. طيب هنحاول نرجع لكريم تاني، يبدو بس ان في مشكله في الاتصال مع الزملاء طبعا في جنوب افريقيا، لكن بالتاكيد هنحاول نعرف منه ونطمن على اخر الترتيبات لهذه المباراه، لان بالتاكيد مباراه كبيره جدا والناس كلها عايزه تعرف اخر الجديد واخر الاخبار بالنسبه للفريق في هذه المباراه. المباراه على فكره مباراه صعبه، الناس ممكن تتوقع ان 2-0 دي ممكن تكون مطمئنه او تضمن لك التاهل، لا، لكن لازم تلعب الشوط الثاني في جنوب افريقيا بشكل قوي جدا عشان تضمن التاهل للدور القادم. اذهب مباشره مره اخرى الى زميلي العزيز كريم احمد. مساء الخير يا كريم، في البدايه برحب بيك وعايز اطمن منك على اخر الاخبار واخر الاخبار عندك بالنسبه لبعثه الفريق قبل 72 ساعه من مباراه العوده ان شاء الله. مساء الخير عليك طبعا زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك في البدايه وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. نقدر نقول اليوم الثاني على التوالي هنا في بريتوريا جنوب افريقيا، واستعدادات على قدم وساق بالنسبه لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني للمباراه الهامه والمنتظر لكل جمهور النادي الاهلي. النهارده محمد كان البرنامج الخاص طبعا بفريق النادي الاهلي، انت عارف طبعا قرب المباراه ان هي الساعه 3 عصرا، فيمكن البرنامج الخاص بوجبات الفطار والغداء والكلام ده هيكون فيه امور تعديليه شويه. يعني نقدر نقول النهارده كان 8:30 كان الفطار فري اختياري بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، لان انت عارف المجهود كان كبير جدا بالنسبه للسفر وتواجد لعيبه النادي الاهلي ثم للتدريب. النهارده 11 صباحا كان وجبه غداء، ثم اختتمها بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي بواحده ظهرا هي محاضره فنيه اتكلم على اكثر من نقطه في هذه المحاضره. التركيز لابد يكون جيد جدا، اتكلم على بعض الثغرات وطريقه اللعبه هتكون عامله ازاي نظريا على اساس ان هو يطبقها النهارده في التدريب الرئيسي والاول لفريق النادي الاهلي. يمكن اكدنا محمد امس وقلنا ان امبارح كان تدريب خفيف ما كانش فيه جرعات تدريبيه او تكتيك بشكل عالي، لكن النهارده نقدر نقول كان في حماس كبير جدا. افتتحها الكابتن سيد عبد الحفيظ حقيقه في البدايه بتحفيز كبير كعادته طبعا للعيبه النادي الاهلي، شد من ازرهم بشكل كبير نلعب باسم النادي الاهلي، الرجوله والمكسب وشخصيه النادي الاهلي ده امر مهم جدا. ويمكن كل اللعيبه خدت عهد على نفسها زميلي محمد ان شاء الله باذن الله ان هي تكون على قدر المسؤوليه في المباراه لاستقام يوم السبت القادم بمشيئه الله. النهارده كمان يعني كنا منتظرين نشوف علي معلول في جزء من التدريب حتى لو تدريجيا، لكن يمكن اكد طبعا الطبيب احمد ابو عبله ان في تاني شويه على علي معلول، ممكن يكون يعني في تحفظ عليه بالنسبه للدفع بيه تدريجيا، لكن ان شاء الله باذن الله علي يكون متواجد. النهارده بقى اللي ظهر بشكل مميز جدا ورائع وهو حمدي فتحي. يعني حمدي فتحي اقدر اقول لك النهارده ظهر بشكل قوي جدا. حمدي مكسب كبير للعيبه النادي الاهلي، وجوده محمد في التشكيل او يكون متواجد مع لعيبه النادي الاهلي
اكيد امر بيسعد الجهاز الفني بشكل كبير، لكن لسه منتظرين سعد سمير كمان يخش في الاجواء. لكن بشكل عام النهارده التدريبه كانت قويه جدا، في بعض الامور الخاصه في التكتيك بيحاول بيتسو موسيماني، لان انت عارف هي مباراه العوده مباراه 90 دقيقه مختلفه عن الاولى محمد، فيمكن الراجل هيحاول من اللي احنا شايفينه. طبعا انت عارف طبعا اسرار التدريب والامور دي بتبقى خاصه بالجهاز الفني واللاعبين، لكن من رؤيتنا في بعض الامور يمكن الراجل بيحاول ان هو يكون في تكتيك معين وشكل معين سواء في الدفاع او في الهجوم، لان يمكن الراجل قاري بشكل كبير جدا. انت عارف محمد صن داونز ثغراته وكل الامور خاصة بيه، طريقة اللعب ازاي، اللاعبين طبعا المميزين عندهم سواء سيرينيو او غيره، فيا رب ان شاء الله يكون موفق في التشكيل الامثل يوم السبت، وان شاء الله كمان تقدر اللعيبة تستوعب كل الجمل التكتيكية سواء نظريا في المحاضرة وتطبيقها ان شاء الله في التدريبات. يمكن لعيبه النادي الاهلي عقب انتهاء التدريب مباشره على فندق الاقامه، الاجراءات الاحترازيه يمكن اتكلمنا عليها اكتر من مره، فالامور الحمد لله محمد طيبه. يتبقى بقى ان شاء الله دعاء كل جمهور النادي الاهلي توفيق النادي الاهلي في المباراه القادمه. طيب عايز اسالك يا كريم في جزء جزئيه، وعايز اقول لك انا بطمن لما بتطلع معايا بالزي الشتوي، انا بطمن ان شاء الله باذن الله لغايه يوم السبت ما يكونش فيه رطوبه والجو ساقع كده كويس، جو اوروبي يبقى حلو قوي في المباراه ان شاء الله. لكن الجو الحمد لله مناسب، عدد المحاضرات اللي بيعقدها بيتسو موسيماني مع الفريق على مدار اليوم هل بتبقى اكتر من محاضره نظريه؟ ايضا كمان الجزء اللي عايز اختم معاك عليه هو المتعلق بالبابل، نظام الفقاعه الطبيه، ممنوع دخول او خروج اي حد من افراد البعثه، في حظر كامل على الفريق طول ما هو موجود في فندق الإقامة، والتحرك للتدريب والعودة للفندق مفيش أي تحركات، ونظام البابل بيطبق في هذه الجزئية أو في هذا المعسكر. بالتاكيد يا محمد طبعا اقدر اقول لك الجو مميز جدا، وبنتمنى كمان يعني مع مرور الايام يفضل الجو بالحاله اللي احنا فيها دي، في بروده شويه، مفيش رطوبه، مفيش شمس قويه زي ما احنا متعودين، فيا رب ان شاء الله نقدر يوم المباراه يكون الجو بنفس الشكل اللي احنا شايفينه. والامر الخاص ببيتسو موسيماني ومحاضراته المكثفه مع لعيبه النادي الاهلي، يعني مع كل محاضره يا محمد بتنتهي من بيتسو موسيماني لعيبه النادي الاهلي بتعقد محاضره بقى مع نفسها، محاضره مصغره ويمكن كمان بتكون محاضرات تحفيزيه، اللعيب كل لعيب بيحاول ان هو يتكلم على اهميه المباراه، لابد ان احنا نعمل ليه 90 دقيقه نوزعها ازاي بمجهودنا. عايز اقول لك يمكن التركيز كبير بين اللعيبه ومن الجهاز الفني، ما بتبقاش محاضرات طويله من بيتسو موسيماني زي ما احنا عارفين، على قد ما هي بتكون محاضرات يعني قليله لكن فيها دعم كبير وفيها مسانده وفيها شرح بشكل كبير جدا للتكتيك اللي الراجل بيحاول يقوم بيه. الامر الاخير طبعا هو الخاص بالاجراءات الاحترازيه والفقاعه الطبيه، بالتاكيد يا محمد يعني يمكن دي تعليمات من قبل ما نكون متواجدين في جنوب افريقيا، لان يمكن قلنا قبل كده يمكن الكورونا منتشره بشكل كبير هنا، يمكن الكورونا الجديده، فهنا على طول بنطلع من الفندق على ملعب المباراه مدينه رياضيه ببريتوريا جامعه بريتوريا، ثم العوده مباشره على فندق الاقامه. يمكن اللعيبه بتحاول ان هي تقعد مع نفسها بعد الفطار، بعد الغداء، بعد العشاء، دقائق بسيطه جدا، ثم الكل بيتوجه الى غرفه لخلق يوم جديد وخلق دوافع جديده لتدريب جديد بيكون الغداء. فالحمد لله الامور يا محمد حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل طيب، لعبتنا مركزه وواضح عليهم التركيز بشكل كبير، لكن بنتمنى كمان كل مره ناكد على الامر ده محمد، لان في حماس كبير جدا في التدريب، فمش عايزين اي التحامات او اي اصابات تعوق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، لكن القادم يكون افضل ان شاء الله بالنسبه لعيبه النادي الاهلي باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك ولكل زملائنا، بالتاكيد البعثه الاعلاميه في تغطيه كواليس هذه المباراه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اخلي يا 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 الاخلي يا 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 اخلي يا رنا يا 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 الاخلي يا 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 الاخلي يا 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 الاخلي يا رنا يا يا اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انتم شفتوا طبعا شعبيه النادي الاهلي الحمد لله كبيره في القاره الافريقيه، واصدقاء بيتسو موسيماني بيرتدوا التيشيرت النادي الاهلي وحريصين على دعم الفريق، وكانوا بيغنوا بيقولوا يلا يا اهلي. طبعا كلنا عارفين النادي الاهلي في افريقيا بيبقى النشيد الاساسي او التشجيع الاصلي، يلا يا اهلي بطوله افريقيا، يلا يا اهلي باذن الله تكون بطوله من نصيبنا. كل التوفيق يا رب للاهلي في هذه البطوله، وان شاء الله باذن الله نقدر نحقق نتيجه كويسه في لقاء الاياب. وجود موسيماني مع الاهلي في جنوب افريقيا ان شاء الله بالتاكيد ممكن يساهم في امور كثيره جدا لها علاقه بهذه المباراه. لكن نروح لاخر حاجه معانا في حلقه النهارده، وهي متعلقه بالجزء المتعلق باراء الجماهير ومشاركه الجماهير على التشكيل المتوقع او افضل تشكيل يلعب به الاهلي مباراه صن داونز. محمد مجاهد بيقول محمد الشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف، بدري بنون، رامي ربيعه، محمد هاني، السليه، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، ومحمد شريف. طيب علي حسن، محمد الشناوي، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، بدري بنون، محمود وحيد، نيم باك ليفت كده اعتقد يعني، اكرم توفيق، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه، جونيور اجايه، طاهر محمد، محمد شريف. يمكن علي حسن مش عارف، هو مش عايز يلعب ببكرايت، عايز يلعب بثلاثه في القلب ومحمود وحيد باك ليفت واكرم توفيق وديانج، هو تشكيل دفاعي اكتر، لكن هي وجهه نظر علي حسن. عموما
كل واحد بيقول وجهة نظره في التشكيل وفي أداء الأهلي في هذه المباراة، لكن في النهاية القرار الفني والاختيار التشكيل أمثل هيكون لبيتسو موسيماني. نتمنى يا رب بإذن الله لما نكون معاكم الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الأهلي بإذن الله عامل نتيجة كبيرة ومتأهل لمرحلة دور نصف النهائي مدافعا على اللقب التاسع وساعيا نحو اللقب العاشر بإذن الله. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.